الرحيم. اليوم هذا جديد من دروس الكيمياء بالسنة الثانية بكالوريا اللي كيتم التقديم ديالها على موقع استاذكم.com. الدرس اليوم هو حالة توازن مجموعة كيميائية. أولا كبيرا نتعرفوا على واحد المقدار اللي كيتم خارج التفاعل. أولا صغيرة غادي نديرو التعريف. إذا نعتبر المعادلة الكيميائية العامة التالية، إذا خدنا واحد المعادلة كيميائية بصفة عامة، نعتبر بأن أ كبيرة و ب كبيرة هادو هما المتفاعلات، س كبيرة و د كبيرة هادو هما النواتج، و هاد الحروف الصغيرة هي المعادلات التناسبية، يعني في الأرقام كتكون عندك معادلات تفاعل. إذا تعبير مخارج التفاعل للتحول أعلى للتفاعل، التفاعل هو المقدار، دخل التفاعل ديال التفاعل هذا هو المقدار. فكنبدأ بداية كو أ، هذا هو الرمز ديال خارج التفاعل، كوسيون دو رياكسيون كتساوي لنا، إذن هو الجدا، كنديرو الجدا ديال التركيز ديال النواتج على جدا ديال تركيز المتفاعلات، وداك التركيز كناخدوه أس المعامل. إذا شكون النواتج هما السي و الدي، إذا التركيز ديال الناتج الأول أس المعامل ديالو في تركيز ديال الناتج الثاني أس المعامل ديالو على التركيز ديال المتفاعل الأول أس المعامل ديالو مضروب في التركيز ديال المتفاعل الثاني أس المعامل ديالو. إذا الأمر بسيط، إذا قلنا هذا هو التعبير ديال خارج تفاعل كو أغ. إذا كناخدو المعادلة كنشوف شكون هما المتفاعلات وشكون هما النواتج، وكنكتب بأن خارج التفاعل كيساوي لنا التركيز ديال الناتج الأول أس المعامل اللي عندو في المعادلة، في التركيز ديال ديال الناتج الثاني أس المعامل اللي عندو في المعادلة، وكنقسم على التركيز ديال المتفاعل الأول أس المعامل ديالو في التركيز ديال المتفاعل الثاني أس المعامل ديالو. إذا هذا التعبير بشكل عام. ولكن عندنا شي شروط كنديروه. الشرط الأول مع لا ملحوظة، هو أن المذيب الجسم المذيب ما كندخلوش في التعبير خارج التفاعل. إذا ما كندخلوش، إذا كان عندنا مثلا بي هو المذيب، إلا فاش بغيت نكتب المعادلة ما خصش يكون فيها بي، ما كندخلوش، كنحسبو كيساوي واحد. إذا لا يدخل في تعبير كو أ، يدخل في تعبير كو أ جوج، إذا عندنا المذيب ما كيدخلش، والأجسام صلبة. إذا كان عندك شي جسم هنا تحت مكتوب حداه أس يعني صلب، داك الجسم ما كندخلوش في تعبير خارج التفاعل، كنعتبرو التركيز ديالو كيساوي واحد. من طريقة واحدة أخرى، تعبير خارج التفاعل كتدخل فقط الأنواع المذابة. هذا هو التعبير ديال خارج التفاعل. غادي نشوفو شي مثال. ناخدو مثال، نعتبرو هاد المعادلة هادي NH 4 بلس زائد H أو موان. أوكي، إذا كتهمنا على الحالة الفيزيائية ديال الجسم، NH 3 زائد H دو زو. نتبع خارج التفاعل ديال هاد المعادلة هادي شحال غيكون؟ نتبع خارج التفاعل غيكون هو هذا كو أ كيساوي الكسر ديالي تركيز الآن، هادو هما النواتج، ولكن هاد المحاليل هادي أكو أكو يعني راه مميها. اش كيعني مميها؟ يعني بأن الجزيئات ديالها محاطة بالماء، والماء راه هو المذيب المستعمل تحت ديال هاد الانواع هادي. اذا الماء هو المذيب، خصو ما يدخلش في التعبير ديال كو ان. اذا كنديرو الناتج الاول اللي هو التركيز ديال ان اش 3، اس المعامل هو واحد، اذا هنا واحد ما راكبوش. الناتج الثاني هو الماء، بما ان الماء هو المذيب باش محضرين هاد المحل هادي ما غندخلوش. الناتج المتفاعل الاول هو ان اش 4 بلس، نكتبوه هنا،
وسط المعامل ديالو على واحد ما عندهوش، التركيز ديال المعامل الثاني ديال المتفاعل الثاني اش او موان وسط المعامل ديالو سوا عنده واحد. لان هذا هو التعبير ديال خارج التفاعل ديال هذا التفاعل اللي عبرنا عليه بالمعادله اعلاه. نشوفوا مثال اخر، مثال اخر مثلا اس ان او 2 هذا صفر زائد 4 اش بلس هذا اك زائد بي بي هذا صفر كتعطينا اس ان 2 بلس اك زائد جوج اش دوزو ليكيد زائد بي بي 2 بلس اك. دم كو ار خارج التفاعل ديال هاد التفاعل اللي معبر عليه بهاد المعادلة هادي، كيساوي لنا قلنا غنحددو النواتج والمتفاعلات شكون هما. النواتج غندير جداء ديال التركيز ديالهم فوق، المتفاعلات كندير جداء ديال التركيز ديالهم من تحت، ولكن كنحيد الأجسام الصلبة وكنحيد المذيب. بما أن هنا هاد الأيونات كتسمى عليها أكو كيعني بأن المذيب هو الماء، إذا الماء غنزولوه من التبريد خارج التفاعل، هذا ما يدخلش. هنا اس ان او 2 هذا كتبين حدا هنا الحرف اس سوليد، اذا الجسم صار ما كيدخلش في التعبير خارج التفاعل، هذا ما يدخلش. اش بلس ممكن بي بي سوليد، اذا حتى هو ما يدخلش في التعبير خارج التفاعل. اذا شنو غيكون في التعبير خارج التفاعل واش كيساوي لنا؟ دابا غير هادو اللي بقاو ما درتش عليهم دائره اللي ما قصيتهمش، كيبقى عندي اس ان 2 بلس صافي التركيز ديالو اس واحد لان عنده معامل هنا واحد، في التركيز ديال الناتج الثاني اللي هو بي بي 2 بلس أس واحد على التركيز ديال هذا، إذا التركيز ديال أش بلس المعامل هنا هو 4 ندير هنا أس 4. إذا هكا كنكتبو خارج التفاعل ديال أي معادلة. الأمر بسيط، حدد المتفاعلات وحدد النواتج وقصي من خارج التفاعل، ما تدخلش في تعبير خارج التفاعل الأجسام الصلبة والمذيبة. الآن غنتعرفو على مقدار آخر اللي هو ثابتة التوازن، ثابتة التوازن من تفاعل كيميائي. إذا ثابتة التوازن عندها علاقة بكو ار، غادي نشوفو علاش. قلنا بأن في المعادلة اللي كانت المعادلة العامة هي هادي تثبت خارج التفاعل كيكون هو هذا. إذا الآن السؤال اللي غادي نوجهو لكم، واش التركيز ديال الأنواع اللي كتكون مجموعة كيميائية خلال التفاعل كتبقى ثابتة؟ التركيز ديال الأنواع الكيميائية اللي كتكون المجموعة واش كتبقى هاد التراكيز ثابتة؟ يعني واش التركيز ديال النوع السي والنوع دي غيبقى هو نفسه، والتركيز النوع أو والتركيز النوع بي واش كيبقى هو نفسه؟ طبيعة الحال غتجاوبوني تقول لي لا، لأن خلال التفاعل المتفاعلات كمية المادة ديالها كتنقص والنواتج كمية المادة ديالها كتزيد. إذا بما أن تركيز ولا تراكيز الأنواع الكيميائية المكونة للمجموعة الكيميائية تتغير خلال التفاعل، حيث التركيز ديال المتفاعلات كيوقع لهم التركيز ديال A والتركيز ديال B يتناقصان، بينما التركيز ديال النوع C والتركيز ديال النوع D يتزايدان، لأن التفاعل كيستهلك المتفاعلات كتخسر فيه والنواتج كتظهر. صافي. إذا كو ار خارج التفاعل يتغير حسب الحالة التي توجد فيها المجموعة، يعني واش حالة بدئية أو هي حالة تحول أو حالة توازن. صافي. ومن هنا كنسميو بأن مثلا خارج التفاعل البدئي هو كو آغ إنيسيال، كو آغ إنيسيال. إذا في التعبير ديالو شنو غيصبح؟ هو هذاك. إذا التركيز النوع سي و سي، التركيز ديال النوع دي أس المعامل دي، على التركيز النوع أ أس أ، التركيز النوع بي أس بي. غنقول شنو هو الجديد؟ الجديد هو أن غنقول لكم هاد التراكيز هادي غتاخدوها في الحالة البدئية، يعني غتحسبوها
عند انطلاق التفاعل هنا خصك تزيد حرف اي، يعني تاخذ القيم ديال التراكيز عند بداية التفاعل. اذا و كيو ار اي عند لحظة تي، وخارج تفاعل عند لحظة تي غيكون هو كيو ار بصفة عامة كيساوي لنا التركيز ديال النوع سي اس سي، التركيز ديال النوع دي اس دي، على التركيز النوع ا اس ا، التركيز ديال النوع بي اس بي. وهاد التراكيز هادي التركيز ديال ا تؤخذ عند اللحظة تي مطلوبة، يعني كخصنا نحدو في ديك اللحظة اللي بغينا نحسبو خارج التفاعل شحال كتساوي هاد التراكيز هادي. إذا مجموعة عقلة كتبقى تتطور كتنطلق من الحالة البدئية وكيبقى التحول كيحدث 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 حتى كيوصل للحالة النهائية. إذا بالنسبة لنا الحالة النهائية هنا عندنا جوج ديال الاحتمالات، يا يعني إما التحول يكون كلي وبالتالي المجموعة كتوصل للحالة النهائية باختفاء أحد المتفاعلات، أو لا تكون التحول محدود وهنا المجموعة توصل لواحد الحالة نهائية اللي كتتميز بوجود متفاعلات والنواتج معا بنسب ثابتة، يعني النسبة ديال تركيز المتفاعلات وتركيز النواتج غادي يستقر في واحد القيمة معينة. إذا خارج التفاعل في هذه اللحظة هذه، خارج التفاعل عند التوازن، خارج التفاعل عند التوازن هو كو ار اكيليبر، كنزيدو هنا اكيليبر، والتراكيز كناخدوها نهائية، يعني في الحالة النهائية. دونك كو ار اكيليبر خارج التفاعل عند التوازن هو نفس التعبير، فقط التراكيز ناخدوها في الحالة النهائية للتفاعل. صافي، دابا القيمة هادي كو ار اكيليبر واش غاتغير؟ ما غاديش تغير، غاتبقى ثابتة، لأن في الحالة ديال التوازن تركيز المتفاعلات وتركيز النواتج كيبقى ثابت، وهذا هذه القيمة ديال خارج التفاعل عند التوازن هي اللي كنسميوها ثابتة التوازن. صافي، اسمع مزيان، ثابتة التوازن، إذا ثابتة التوازن كنرمزو لها كا، ما هي إلا قيمة كو ار عند التوازن، ما هي إلا خارج التفاعل، ما هي إلا خارج التفاعل عند توازن، أي ك ثالثة التوازن ك وهي كو ار اكيليبر، يعني هادشي مكتوب عندي هنا فوق. إذ أي نقدر نكتبها هنا، أي ك ديال هاد التفاعل هذا غتساوي التركيز ديال المتفاعلات، التركيز ديال الناتج الثاني على التركيز الناتج الأول في التركيز الناتج الثاني وسط المعامل، على التركيز المتفاعل الأول التركيز المتفاعل الثاني بطبيعة الحال وسط المعاملات، ولكن هنا التراكيز كناخدها في الحالة النهائية. إذا ناخذ بعض الملحوظات، إذا بالنسبة عند هذا ثابتة التوازن ك هي أنها كتميز التفاعل، ثابتة التوازن ك تميز التفاعل، ثابتة التوازن ك بعد دورنا هي مقدار بدون وحدة. صافي، المقدار بدون وحدة، علاش؟ تا كو ار هو مقدار بدون وحدة، لأن هادو اللي كنشوف هنا، لأن هادو، هاد الرمز هذا مثلا، هذا كنعرفو أنا كيساوي هو التركيز ديال النوع دي، وكيف هاد العلاقة هادي بحال اللي شفنا في بي اش المرة اللي فاتت، داك العدد التركيز الرمز ديال التركيز اش تروا بلس، في الحالة العامة كيعني التركيز اش تروا بلس، ولكن فاش دخلنا هاد العلاقة بالبي اش، قلنا هو عدد كيساوي التركيز اش تروا بلس فاش كيكون بالمول ليتر موانز على اللتر. هنا هذا براسو هاد الرمز هاد الرموز اللي عندي هنا هي اعداد كتساوي التركيز ديال هاد الانواع هادي فاش كتكون بالمول، يعني كتشوف التركيز ديال النوع دي في العلاقه، كتشوف التركيز النوع دي كتحولو للمول وكتاخد غير العدد هو اللي كتجيب لهنا كتدخلو العلاقه، بما ان هادو اعداد
إذا كان غيكون بدون وحدة، وحتى خارج التفاعل أيضا ما شكلهاش في الفقرة ديالو حنا كنذكر بها الآن. إذا كو آر خارج التفاعل، وك فائدة التوازن مقدارا بدون وحدة. صافي، إذا فائدة التوازن مقدار بدون وحدة، فائدة التوازن ك تميز التفاعل ولا تتعلق بالحالة البدئية للمجموعة. إذا ثبت التوازن ديال مثلا واحد التفاعل معين كتبقى هي نفسها، واخا دير التفاعل في الأول تزيد المتفاعلات ولا تنقص تزيد التركيز المتفاعلات ولا تنقص التركيز المتفاعلات، ما كتأثرش الحالة البدئية، ما كتأثرش مادام أنا كدير هذا النوع تفاعل مع هذا النوع، عطى هذا النوع هذا النوع سلسيكا فواحد الظروف معينة، ولا هضرت تجربة واحد التراكيز وعطاتك قيمة معينة، ديك القيمة هي نفسها واخا تغيرش الشروط البدئية، يعني واخا تغير كمية المادة البدئية المتفاعلات ما كتأثرش. وشنو كيأثر عليك؟ عق عليها مزيان، كتتعلق بدرجة الحرارة فقط. ثالثة توازن ك تتعلق بدرجة الحرارة، يعني إذا درت واحد التفاعل معين فواحد درجة الحرارة 20، وعاودت التفاعل بنفس الظروف بنفس كمية المادة البدئية وبنفس الشروط نفس الضغط ونفس هذيك، وغير درجة الحرارة، ثابت التوازن ك اوتوماتيكمون كتغير، لأنها هي كتتعلق بدرجة الحرارة. هادو المعلومات نقدر نقولهم على ثابت التوازن، ونشوفوا التطبيقات في التمارين التطبيقية ديال السي. الآن ثانية كبيرة، في الدرس السابق كنا درنا دراسة ديال تفاعل ديال الحمض مع الماء بمقياس البي اش. الآن غادي نعطيكم دراسة ديال تفاعل ولا منهجية دراسة تفاعل ديال الحمض مع الماء بقياس المواصلة ولا بقياس الموصلية، وهذه هي الفقرة اللي كيلقاو فيها التلاميذ بعض المشاكل. هنا غنحاول نعطيهم واحد الإطار عام اللي غيشتغلوا فيه، ومن بعد غتبقى تغير فقط يا يعني إما المعادلة ديال التفاعل أو القيم ديال التراكيز، ثم المنهجية غتبقى كما هي، وبالتالي إذا ضبطوا المنهجية هذه جوج نقاط ولا ثلاثة نقاط الأولى ديال الامتحان الوطني للكيمياء غتكون عندكم في جيبكم وتاخذوها في أقل وقت ممكن. إذا الثانية كبيرة غنشوفوا هنا منهجيات دراسة تفاعل حمض HA مع الماء بقياس الموصلية. إذا خلال الدراسة ديال الحمض، في أول سؤال كيتوجه لكم هو معادلة التفاعل. أولا معادلة تفاعل الحمض HA مع الماء، شفناها بأن الأمر سهل، كتكتب سبيع الحمض في هذه الحالة في الحالة العامة HA، وكتزيد له الماء، كدير الأسهم ديالك. هذا الحمض كيفقد H بلس، إذا كتحيد واحد H واحد الشحنة موجبة وكيبقى عندك A موان زائد H 3 O بلس، لأن هذاك H بلس خداها H 12 زائد H 3 O بلس. من بعد كيطلبوا منكم تنشئوا الجدول الوسطي، إذا الجدول إنشاء الجدول الوصفي. إذا حتى ما يتغير الأمر ما يتغيرش بحال شفنا المرة اللي فاتت، غادي نشئوا الجدول الوصفي ديالنا. قلنا بالنسبة لنا خمسة ديال السطور أفقيين، كنظن بأن الجدول الوصفي ماشي مبقاش مقبول أن الكمية اللي غلطنا في الجدول الوصفي، كنقسمو هنا وكنقسمو هنا. هنا قلنا كنكتبو معادلة تفاعل، هنا حالة التحول، وكنكتبو الحالة البدئية حالة تحول ولا حالة وسطى ولا حالة نهائية. هنا التقدم كيمشي من صفر إكس لعند إكس فينا. هنا كميات المادة بالمول، إذا هذا الشكل العام اللي كيتكرر دائما. الآن غتاخد المعادلة ديالك اللي عندك هنا وكتوضعها هنا، إذا أش أ زائد أش دوزو كتعطينا أ موان زائد أش تخوا أو بلوس. إذا كنقسم قلت لكم مع الزائد هنا، كون متقسموش بطريقة عشوائية باش كيكون كل نوع عنده الخانة ديالو خاصين به، كنقسم مع السالب وكنقسم مع الزائد ثلاثة. وكنبدا الماء ديالي، إذا الماء هو المذيب غندير له هنا وافر، بعد هذا كندير له ان اي ديال اش ا، حتى نحسبها على حسب المعطيات، غادي نشوف شنو عاطيني، واش التركيز، واش كمية المادة، واش الكتلة الحجمية، نشوف العلاقة اللي كتناسبني. إذا هنا كندير له ان اي ديال اش ا ناقص المعامل
اللي هو هنا واحد ده ناقص اكس معامل في اكس، لا لا نفس السطر اش ا ناقص اكس فينا. لا هنا عندنا صفر صفر في البداية، اكس اكس في الحالة الوسطى اللي معناتها واحد، لا اكس فينا لا اكس فينا. الآن السؤال ثلاثة كيكون عنده علاقة بثالثة توازن تو، وبالتالي في خلاص حد ثالثة توازن تو كيخصك تحدد اكس فينا واكس ماكس. إذا ثلاثة تحديد تو، نبداو بالأولى هي اكس تحديد اكس ماكس. إذا اكس ماكس ما كيتعلقش بالطريقة، كيتعلق هو بالمتفاعل المحيط. شفنا المرة اللي فاتت كتشوف المعادلة هذيك، بما أن الماء وافر فإن اش ا هو المحيط. إذا تقول بما أن الماء وافر فإن اش ا الحمض عاطيك هو، فإن اش ا هو المحيط. إذا شنو قلنا؟ اكس ماكس كتساوي كمية المادة البدئية ديال المتفاعل المحيط على المعامل ديالو. إذا اكس ماكس كتساوي لنا السالب في الفي. من بعد كيعطونا نحدو اكس فينال. إذا تحديد اكس فينال، إذا اكس فينال دائما خص تمشي للجدول، تمشي للجدول. المرة اللي فاتت فاش كانت عندي طريقة ديال التتبع ولا الطريقة ديال الدراسة ديال الحمض مع التفاعل الحمض مع الماء هي بي اش، كتبين أن البطل ديال التفاعل هو H3O بلس، لأن هو اللي عندي عليه المعلومات وكنت مشيت عنده ودرت الدائرة. الآن ما عنديش الطريقة ديال القياس هي بي اش، الطريقة القياس هي الموصلية، هي الموصلية، والموصلية عندها علاقة بالأيونات. خصك تمشي الآن لعند الجدول وتحدد هادو هما الأبطال، هادو اللي عندك عليهم معلومات، لأن هما اللي عندهم علاقة بالموصلية. الأيونات اللي فيهم الشحنة هما اللي يمكنهم يعطوك معلومات. كتشوف هنا ده الإكس فينال شو هي كمية المادة النهائية ديال الأموان، وهي نفس كمية المادة النهائية ديال H3O بلس. إذا هنا كنضغط من التعريف ديال الموصلية صافي، نعلم أن سيجما ديال المحلول الموصلي ديال المحلول كتساوي لنا لوندا الأيون الأول. إذا داك الأيون اللي كيتجه على الحمض كتكتبوه هنا لوندا ديال الأموان، كتكتب هنا السي عارف هذاك واحد إيتانويك. إذا الأيون اللي غيتجه عليه هو سي H3 سي أو أو موان. غتكتبها هنا داك الحمض، الأيون اللي تجعل الحمض القاعدة المرافقة للحمض كتكتبها هنا في التركيز ديالو زائد لندا ديال الأيون الثاني في الحالة هو اش 3 او بلس في التركيز ديال اش 3 او بلس طبيعة الحال عند التوازن يعني في الحالة النهائية. اللي كتساوي لنا لندا ديال الأموان في ان فينال ديال الأموان على ان فينال ديال الأموان على في التركيز هو كمية المادة على الحجم زائد لوندا ديال اش 3 او بلس. التركيز ديال اش 3 او بلس في الفينال هو كمية المادة ديالو النهائية على في من خلال الجدول. فاش تحتاج كمية المادة النهائية في غتلقاها في الجدول، غتمشي لعند الخانة النهائية ديال هاد الأنواع بجوج وتشوف شو كمية المادة ديالهم النهائية. إذا كمية المادة ديال النهائية هي إكس فينال، وكمية المادة النهائية ديال اش 3 او بلس هي إكس فينال. إذا من خلال الجدول الوصفي لدينا ان فينال ديال اش 3 او بلس كتساوي ان فينال ديال اموا كتساوي اكس فينال. اذا الموصل ديال سيجما شنو غتصبح؟ الموصل ديال سيجما شنو غتصبح هنايا؟ غتصبح عندنا هنايا سيجما كتساوي لنا اذا لوندا ديال اموا اكس فينال على ب زائد لوندا ديال اش 3 او بلس اكس فينال على ب. انا عوضت هنا باكس فينال وهنا باكس فينال. اذا الان غنعملو باكس فينال على ب. اذا نوصل ليها سيجما تجينا نقل هنايا نجيب نكمل في الجهة هادي. اذا توصلنا بان سيجما، اذا سيجما هادي نعملو هنا باكس فينال على ب. اذا غنجي هنايا اكس فينال على في، اذا هي حيت من اكس فينال تبقى لوندا ديال اموا زائد لوندا ديال اش ديال اش 3 او بلس. اذا انا كنبحث على اكس فينال نخلي اكس فينال هنايا وهاد بدا نطلع لهنا وهاني نقسم عليها. اذا اكس فينال غتساوي لنا اذا قلت هاد بدا نضرب فيها هنا اللي هي في نطلع غير هنا ونقسم على هادي على لوندا ديال اموا زائد لوندا ديال اش 3 او بلس في سيجما. إذا طلعت في هنا وقسمت على هادشي هي هادي هاد القوة.
إذا هنا اللي الخطأ اللي كيرتكبوه التلامذة واللي كيجني عليهم في باقي الأسئلة هو الوحدات، هو الوحدات. إذا هنا هذا في هذا في خصكم تاخذوه بالمتر مكعب، تاخذوا هذا الحجم هنا بالمتر مكعب، وما تلقاو اكس فين باش غتلقاوها بالمول. يعني في هذه الحالة هذه اكس فين غتكون ب مول. صافي، الخطأ اللي ما تتجنبوه هنا في هذه الحالة هذه هو ان اكس فين خاصها تكون بالمول. اذا في الاخير غتلقاو بان الطو نسبة التقدم النهائي شنو غتكون؟ طو كتساوي لنا اكس فينا على اكس ماكس تساوي لنا، وبالتالي كنشوفو اذا كان طو اصغر من واحد تحول محدود، واذا كان طو كيساوي واحد كيكون تحول كلي. نشوفو تعبير خارج التفاعل كي ان، تعبير خارج التفاعل كي ان. بالنسبة لنا التعبير خارج التفاعل كي ان كنحتاجو المعادلة، نذكر المعادلة شنو؟ إذا قلنا الحمض اش ا مع الماء كيتحول لعند ا موا زائد اش خوا او بليس. التعبير ديال كي ان اش غيساوي لنا؟ كي ان غيكون هو التركيز ديال ا موا أس واحد، التركيز ديال أش تخوا أو بليس بطبيعة الحال أس واحد على التركيز ديال أش أ، والماء ما غيدخلش لأنه مذيب. إذا هذا التعبير ديال خارج التفاعل بصفة عامة. العلاقة تكون ثابتة توازن، ولا كو أر عند توازن بحال بحال كو أر إكيليبر هو ثابتة التوازن. إذا كا كتساوي لنا كو أر إكيليبر. يقدروا ما يقولوا لك اعطي تعبير خارج التفاعل عند التوازن بحال بحال، غير ما تبينش كا تقول لهم كي ار إكيليبر كيساوي، قال لك اعطي تعبير التوازن كتقول لهم كا كتساوي وتعطي التعبير اللي كتساوي لنا. كناخذوا هذه نفس العلاقه فقط التراكيز يكونوا عند التوازن، هو التركيز ا موان عند التوازن، التركيز ديال اش 3 او بليس عند التوازن، التركيز ديال اش ا عند التوازن. وحاله التوازن ما تنساوهاش بانها هي الحاله النهائيه ديال التحول المحدود. هاد حالة التوازن كنخلو هي الحالة النهائية. إذا من خلال الجدول الوصفي، إذا الجدول الوصفي شنو عندنا؟ عندنا التركيز ديال أ موان عند التوازن كيساوي التركيز ديال أش تروا أو بلوس عند التوازن. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا إكس فينال على في، عاقل فصل الجدول الوصفي. نعاود هنا عاودنا السطر ديال الحالة النهائية، إذا درنا السطر الجدول الوصفي درت هنا فقط الحالة النهائية، شنو غيكون عندي هنايا؟ إذا الماء وافر، هادي شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي صيف V يعني إن إي ديال أش أ ناقص إكس فينال، وهنا غيكون عندك إكس فينال، وهنا إكس فينال. إذا هذا هو السطر الآخر ديال الجدول الوصفي ديال هاد التفاعل هذا. إذا التركيز هذا عند التوازن هو كمية المادة ديالو النهائية مكتوبة على في، يعني إكس فينا على في، والتركيز هذا عند التوازن هو كمية المادة النهائية، يعني هادشي مكتوب مقسوم على في، إذا متساويين. و التركيز ديال هذا أش أ، التركيز ديال أش أ عند التوازن شنو غيساوي لنا؟ يساوي لنا هادشي مكتوب هنا في الحالة النهائية، يعني إن إي ديالو ناقص إكس فينا على في. إذا الآن نمشي لهنايا الجهة المقابلة، إكس فينال راح توصلنا له المرة اللي فاتت، لأنه في العلاقة ديالي إذا كا كتساوي لنا ندير الكسر ديالنا. إذا هنا التركيز ديال أموال والتركيز ديال شروع بلس كنا متساويين وكيساوي لنا إكس فينال على في، إذا إكس فينال على في في إكس فينال على في كعوض هادو اكس فينال على في، إذا غادي هي أس اثنان، وهادي شنو هي؟ هي إن إي ديال أش أ ناقص إكس فينال على في، وإن إي هي سيف في، إذا سيف في ناقص إكس فينال على في، إذا لا سيف في ناقص إكس فينال الكل على في. إذا
كيطور كيرصاد واحد الفي من هنا مع واحد الفي فوق صافي كنخصادو بيهم شنو كيبقى عندي بقى عندي فوق اكس هنا مربع على في هذا في نقطة تحت عامل ديال صفر في ناقص اكس فينا والصفر في شفنا المرة اللي فاتت بان هي اكس ماكس فحسبنا اكس ماكس راه القياس صفر في هي اكس ماكس اذا هي اذا كتوصل لهنا فهاد العلاقة اللي كتوصل لها كتقدر تحسبها تقدر تحسبك مباشرة لا تقدر دير تطبيق العددي تقدر تلقى تعبير ديال كا دلالة طو كيفاش ندخلها هنا يعني اذا نشوفوا التعبير ديال هاد دلالة طو غنحاول نبحث عليها هنا اذا طو فيش طو شنو هي طو هي اكس فينال على اكس ماكس صافي هي اكس فينال على اكس ماكس يعني اكس فينال اكس فينال هي طو اكس ماكس اكس فينال هي طو في اكس ماكس نعوض هنا اذا كا شنو غتصبح اكس فينال او كاري هي طو اس اثنان في اكس ماكس اس اثنان على في عامل صفر في راح نشوفها بانها هي اكس ماكس في المره اللي فاتت فاش حسبنا اكس ماكس لقيناها كتساوي صفر في نقدر نقول هذه هي اكس ماكس ناقص اكس فينال شنو هي اكس ماكس في اكس فينال هي اكس ماكس في طو اذا هنا غتعمل بهاد اكس ماكس اللي كتساوي لنا طو اس اثنان اكس ماكس اس اثنان على في اكس ماكس عامل واحد ناقص طو لو غتختصر بهاد اكس ماكس اللي تحت عارف اللي عندك الفوق يقال لك قامك هي طو اس اثنان في اكس ماكس على في عامل واحد ناقص طو لان هذا من بيت الاسئله كتكون مطروحه عندكم اذا مجرد ما توصل هاد العلاقه هادي كيبقى ديك الساعات انت تخرج شي شكل ديال شي تعبير مطلوب منك دات طو ولا دات اكس ماكس ولا دات اكس فينال ولا شي حاجه او تقدر تثبت العدد مباشره وتحسب القيمه ديال كا ولا تذكروا هو انه كا بدون وحده